ذكر تحقيق لدورية نيتشر ميدل إيست حول آثار الحرب على من يواجهونها أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من النزاعات، إذ أن ندوب الحرب إن امتدت إلى كيان الطفل النفسي قد لا ينفع معها العلاج، والأسوأ هو أن المتضررين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة، كما أن الحروب تسببت في منع الأطفال من حق التعليم بعد تدميرها للمدارس أو اتخاذ بعض المدارس أماكن إيواء مؤقتة، بينما لا يحصل كل الأطفال اللاجئين على فرصة للتعليم، إذ يضطر معظمهم إلى العمل بدلا من الدراسة نظرا لضيق خيارات العيش بحسب التحقيق. واستند تقرير دورية نيتشر ميدل إيست في تحقيقه حول تأثير الحرب على الأطفال إلى أرقام لمنظمة أنقذ الطفولة الدولية، جاء فيها أن نحو 60% من مستشفيات سوريا تعرضت للتلف، كما أن 38% من المرافق الصحية دمرت بالكامل، بينما انخفض معدل إنتاج الأدوية في سوريا بنحو 70%، وأجبر الصراع حسب المنظمة نحو 50% من أطباء سوريا على الفرار، كما أدى انهيار المنظومة الصحية بسوريا إلى انتشار مرضى أو مرض الليشمانيا الطفيلي، الذي ارتفع عدد الحالات المصابة به من 3000 حالة إلى 100,000 في غضون 3 سنوات. تنضم إلينا من القاهرة نائبة رئيس تحرير نيتشر ميدل إيست باكنام عامر، وتنضم إلينا من عمان مراسلة نيتشر ميدل إيست في العراق كيري وولكر. نبدأ بداية من القاهرة مع نائبة رئيس تحرير باكنام. بداية، هذا التقرير من أين استقيتم المعلومات حوله والأرقام والإحصائيات؟ أهلا وسهلا. في معلومات استقناها من المراسلين الخاصين بتوعنا في العراق وفي سوريا، وفي معلومات من مصادر، من مثلا زي ما حضرتك ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة، في المفوضية السامية للأمم المتحدة، في كير، كلها هيئات إعانة وبتشتغل على الأرض في مناطق في سوريا، في غزة، في مخيمات اللاجئين في لبنان أو في مصر أو في أماكن أخرى. طيب، هل يمكن أن نتحول إلى إذا كانت معنا من عمان المراسلة كيري وولكر. كيري، على الأرض كيف، هل كان العمل سهلا من أجل جمع هذه المعلومات بالنسبة لك كمراسلة؟ عملت جمعت أغلب المعلومات الواردة في التقرير من الأرض ومن الحدود، وأكثر البحث والتقصي وجمع المعلومات تم عبر وسائل الاتصال، عبر الإنترنت وعبر سكايبي من مكان إقامتي. طب سيدة باكنام، أود أن أسألك، يعني ربما هي فعلا أرقام مرعبة ومروعة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، يعني عندما نسمع مثل هذه الإحصاءات ما فائدتها، يعني مثل هذا التقرير كيف يمكن أن يستفيد منه الأطفال؟ بالنسبة للتقارير فهي جرس إنذار، لأن زي ما حضرتك ذكرتي الوضع خطير جدا في كثير من المناطق، وبعدين أضرار الحرب الخفية والطويلة المدى مش بس موت أو قتل، في أضرار كتير صحية ونفسية، في أضرار في الصحة العامة، في أضرار على التعليم زي ما حضرتك ذكرتي. كفاية بس إن احنا نقول مثلا حاجة زي إن في سوريا بسبب الحرب الأهلية حوالي 3900 مدرسة اتدمروا، 22% من مدارس في سوريا غير صالحة للعمل، 10% من 1.5 مليون طفل سوري لاجئين مضطرين إلى العمل، وطبعا ده معناه إن هم مش بيتلقوا التعليم اللي هم المفروض يستحقوه، وده بس في مجرد واحدة من القطاعات. طيب كيري، أود أن أسألك، يعني كونك متواجدة في العراق، إلى أي مدى هو فعلا صعب، وما هي التحديات التي تواجهك أنت تحديدا في جمع ربما المعلومات والإحصاءات؟
في بعض المناطق هناك حيث يندلع القتال بشكل متجدد مثل الموصل والأنبار، من الصعب جدا جمع معلومات من الأرض بسبب الافتقاد إلى الاتصالات والافتقاد لشبكة الإنترنت، وكذلك من الصعوبة علينا العمل في هذه المناطق بسبب خطورة العمل على الأرض، والناس هناك لا يكون من أولوياتهم التحدث إلينا عبر المقابلات، لكننا نعمل في بغداد وفي مناطق أخرى. طب كيري، هل من الممكن القول بأن هذا التقرير قد لا يحتوي على كل المعلومات أو لا يعكس الواقع على الأرض؟ لا أقول ذلك، لأن الكثير من البحث الذي أجريته خلال عملي على هذا التقرير في العراق، لكن الفرق أنني لم أكن موجودة هناك بنفسي على الأرض، ولكن مصادري ومصادر البحث جاءت من العراق ومن داخل ومن خارج البلد، وهم أجروا البحوث بأنفسهم ومعلوماتهم موثوقة بالنسبة لي، ولكن بعض المناطق من الصعب العمل فيها، فلا بد من أخذ ذلك في الاعتبار. طيب باكينام، سيد باكينام في القاهرة، هنا هذا التقرير أهم ما يعني يتعلق به هو يتحدث عن الأطفال، تأثير حرب على الأطفال وأيضا على صحتهم. هل تعملون مع أي تنسيق مع الأمم المتحدة، مع منظمة الصحة العالمية، مع يونيسف في حول يعني استقاء هذه المعلومات، أو على الأقل تنسيق من أجل مساعدة أكثر؟ طبعا هيئات الإعانة احنا بنستخدمها كمصادر، وخصوصا في الأماكن اللي احنا لا نستطيع الوصول إليها بسبب صعوبة الوصول إليها أو بسبب العنف اللي بيؤدي ان احنا ما بنعرفش نوصل لمناطق كتير جدا، لكن لا يتم التنسيق لأن احنا جهة إعلامية، وظيفتنا الأساسية إن احنا ننقل الخبر وننقل أقرب صورة للواقع، وأنا في رأيي إن الصورة اللي احنا نقلينها من خلال التقارير دي هي أقرب حاجة لقد إيه الواقع سيء وقد إيه الصورة مظلمة. وزي ما قلت لحضرتك، هو جرس إنذار إن احنا نقول ده بيحصل، وعلى الجهات المختصة وهي جهات كثيرة التحرك لحل المشكلة دي. طيب باكينام، هنا يعني كما قلت جرس إنذار والجهات المختصة، من برأيك مفروض أن يتحرك عند قراءة هذه التقارير؟ من المعني فيها مباشرة برأيك؟ جهات كثيرة، منها حكومية ومنها غير حكومية. الوضع معقد جدا، عشان كده لازم كل الجهات تتحرك، سواء إذا كانت هيئات إعانة، سواء إذا كانوا أفراد إن هم يقدروا يساعدوا، سواء إذا كانوا مراسلين على الأرض يقدروا ينشروا الصورة الحقيقية للي بيحصل، سواء إذا كانوا أطباء إن هم يقدروا مثلا يتلقوا تدريبات معينة عشان يتعاملوا مع أكثر من، وده بيحصل في بعض أماكن في سوريا وغزة مثلا، إن أطباء الصحة العامة دلوقتي بيتلقوا تدريبات إن هم إزاي يتعاملوا مع الصحة النفسية عشان يوفروا علاج نفسي لأطفال كتير جدا بيعانوا مثلا من الاكتئاب أو من الفصام ومن أمراض نفسية كثيرة. طيب كاري في عمان، لو سمحت لي أسألك، في أثناء العمل على الأرض، ما هو برأيك أخطر شيء يواجه الأطفال؟ تحدث التقرير عن مشاكل صحية كثيرة، مشاكل التعليم، لكن ما هو أخطر شيء برأيك يواجهونه في هذه الظروف سواء في سوريا أو في العراق؟ Sorry, can you explain what you mean in this situation? Do you just mean in day? يعني أكثر شيء برأيك يعاني منه الأطفال في ظروف الحرب في سوريا والعراق، مشاكل صحية، مشاكل تعليم، لكن هل هناك مشاكل أخرى ربما يعانون منها؟ أعتقد أن الصحة هي الأكثر تأثرا، الأكثر تضررا، وأكثر المجالات التي يمكن أن يتضرر منها الأطفال، لكن هناك مجالات أخرى ربما لا تظهر
الآن بشكل مباشر. فهناك صحة العقلية مثلا، وهناك حرمانهم من التعليم، لكن تبقى مسألة الصحة هي الأكثر أهمية الآن. لكن إذا نرى أن الأطفال يستمرون فترات طويلة بلا تعليم، وهذا يقلل من فرصهم للتقدم في الحياة مستقبلا، وكذلك إن فشلهم في الحصول على تعليم أو فشل الدولة في تقديم تعليم لهم يضر بهم أكثر. طيب سيدة باكينام، يعني ذكرت وقلت بأن هذا التقرير بمثابة إنذار للوضع الذي يعيشه الأطفال في مناطق النزاع وتحديدا في سوريا والعراق، ولكن هناك من يقول بأن هذا الجيل، ولربما قد تأخر الوقت قليلا، بأن هذا الجيل ربما قد يكون جيل ضائع سيعاني من الكثير من الأمراض والمشاكل النفسية. ما رأيك؟ أنا في رأيي الخاص أنا مش شايفة أن احنا ننظر إلى الأمور بنظرة سوداوية، لأن ده مش هيفيد أي حد في شيء. في مشكلة كبيرة زي ما حضرتك قلتي على المستوى كمان الصحة النفسية في أماكن زي غزة اللي بتتعرض للقصف بقالها سنين طويلة. لكن بالنسبة لأجيال جديدة وخصوصا الأجيال الصغيرة، ما أعتقدش أنه هو الوقت متأخر. يمكن أتليست أن احنا ننقذ ما يمكن إنقاذه. أنا بهذه النبرة المتفائلة أود أن أشكرك، كانت معنا من القاهرة نائبة رئيس تحرير نيتشر ميدل إيست باكينام عامر، شكرا جزيلا لك على المشاركة. والشكر موصول لمراسلة نيتشر ميدل إيست في العراق، تحدثت إلينا من عمان كيري وولكر.